أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب في الغيبة من كتاب الكافي الشريف الحديث السابع والعشرون عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال يقوم القائم وليس لاحد في عنقه عهد ولا عقد ولا بيعه من صفات الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف انه لم يكن ولا يكون وليا للعهد لاحد الخلفاء الجائرين اضطرارا ولا انه يصالح الخلفاء الجائرين ولا انه يبايعهم لان الائمه الماضين عليهم الصلاه والسلام كانوا في ظرف التقيه وظرف التقيه كان يملي عليهم تاره العهد كما صنعه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام حيث كان وليا للعهد للمامون العباسي وتارة كان الظرف يفرض عليهم بسبب التقية أن يهادنوا ويصالحوا كما صنع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في الهدنة المعروفة التي كانت بينه وبين معاوية وتارة كانوا يضطرون لأن يبايعوا اما الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو من اول امامته كان غائبا عن الانظار ولم يتمكن الخلفاء الجائرون من الوصول اليه فلذلك لم يكن له ظرف تقيه لكي يعاهدهم أو يعاقدهم، أو يبايعهم، لأن التقية بمقدارها وبحدودها، الإنسان إذا كان في ظرف، ذلك الظرف يقتضي التقية، لا يجوز له أن يتعدى حدودها، بالمقدار الذي يضطر فيه للتقية يستعمل التقية. أما ما زاد عن ذلك بحيث لم يكن تقية فلا يجوز فإذا الأئمة الماضون عليهم السلام كانوا في ظروف مختلفة من ظروف التقية أملت عليهم تلك الظروف إحدى هذه الأمور أما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو غائب وليس مضطرا لأحد هذه الأمور، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، طبعاً التقية كما مر سابقاً مفهوم قرآني ودلت عليه الروايات المتواترة، الله سبحانه وتعالى يقول: "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين" ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه. في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان". في آية اخرى: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه". وأما روايات التقية فهي كثيرة. تسعة اعشار الدين في التقية. لا دين لمن لا تقية له، وامثال ذلك. والاحكام الشرعية عامة، كما تجري على غير الائمة تجري عليهم. يعني كما يجب علينا الصلاة، فانها كانت واجبة على الائمة عليهم الصلاة والسلام. وكما تحرم علينا المحرمات، فهي أيضا على الأئمة عليهم الصلاة والسلام محرمة. التقية في بعض الظروف واجبة علينا. وكذلك في بعض الظروف واجبة على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. في بعض الظروف محرمة علينا. كذلك في بعض تلك الظروف محرمة على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وفي التقية بحث طويل لكن اردنا ان نشير اليها اليه اشاره بمقدار ما يرتبط بهذا الحديث الشريف حديث اخر ايضا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يساله احد اصحابه قلت اذا اصبحت وامسيت لا ارى اماما اتم به ما اصنع قال فأحب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض حتى يظهره الله عز وجل. هذا الحديث فيه احتمالان الاحتمال الأول أنه يرتبط بغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن مسألة الغيبة كان قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكرها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فكان المؤمنون يعلمون بأن الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف كان كانوا يعلمون بأن له غيبة، بل في بعض الروايات قد ذكر الإمام الصادق بأن له غيبتان، زين. فيسأل في زمن الغيبة ماذا أصنع؟ بالنسبة إلى عقائدي وبالنسبة إلى أعمالي، الجواب أنه في زمن الغيبة التكاليف لا تتغير، لأن حلال محمد صلى الله عليه واله حلال إلى يوم القيامة، وإن حرام محمد صلى الله عليه واله حرام إلى يوم القيامة، نحن وظائفنا في زمن الغيبة واجباتنا محرماتنا أحكامنا لا تختلف عن زمن حضور المعصومين عليهم الصلاة والسلام نعم بسبب حدوث الغيبة قد نضطر إلى الالتزام ببعض الأمور الأخرى هل سيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام في زمن الغيبة ماذا أصنع؟ الإمام عليه الصلاة والسلام حاصل جوابه أنه نفس العقائد التي كانت لك في زمن الحضور نفس هذه العقائد يجب عليك أن تحافظ عليها في زمن الغيبة، ونفس الأعمال التي كنت تقوم بها في زمن الحضور عليك أن تقوم بها في زمن الغيبة، يعني غيبة الإمام لا ترفع التكاليف، بعض الناس يتصور أنه في زمن الغيبة ليس من تكليفه الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولا ارشاد الجاهل، ولا تنبيه الغافل. الجواب كلا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تحققت شروطهما فهما فريضتان سواء في زمن الغيبة أو في زمن الحضور. وهكذا سائر الواجبات، وهكذا ترك المحرمات. هذا الاحتمال الأول في هذا الحديث الشريف. واما الاحتمال الثاني في هذا الحديث الشريف هو اشاره الى زمن لا يعلم الانسان فيه الامام لا بتقصير منه وانما بسبب الحكام الجائرين الظالمين في زمن الائمه عليهم الصلاه والسلام احيانا كانت ظروف التقيه شديده فكان يخشى على الامام اللاحق فكان يضطر الإمام السابق أن يخفي عن عامة الناس الإمام اللاحق، وإنما يبين ذلك لبعض الخواص جدا، إضافة إلى ذكر العلائم العامة التي تنطبق على أحد أولاده، فعامة الناس في بعض الظروف ما كانوا يعلمون من هو الإمام. اللاحق مثلا في زمن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يعلمون بان الامام الصادق هو الامام لكن ظروف التقيه شديده لان المنصور العباسي اراد قتل الامام اللاحق ايضا فلذا كتب الى واليه على المدينه انظر الى من اوصى جعفر بن محمد فاضرب عنقه هكذا كانت الظروف احيانا فحفاظا على الامام اللاحق الامام السابق لم يبين لعامه الناس ذلك زين الله توفى الامام السابق مات مسموما او مقتولا من هو الامام اللاحق الناس الذين كانوا في المناطق النائية لا يعلمون، المفروض عليهم أن يرسلوا من يثقون به بهم إلى المدينة المنورة أو إلى أي مكان يتواجد فيه الأئمة ليعلموا بالإمام اللاحق، هذا الوفد عندما يذهب إلى المدينة مثلاً ويحقق ويرجع، هذا أحياناً يطول أشهر. في هذه الأشهر ماذا هو تكليف الناس الجواب تكليفهم هو أن يؤمنوا بالإمام الحاضر إيمانا إجماليا وينتظروا قدوم ذلك الوفد مجموعة واحد لكي يذكروا لهم من هو الإمام اللاحق في هذه الفترة هم معذورون إذا واحد منهم مات في هذه الفترة فهو معذور لانه التقصير مو من عنده احيانا التقصير من الانسان مو معذور احيانا التقصير مو من الانسان معذور يعني مثلا الذين كانوا في المدينه هذا يقدر في نفس اليوم الذي يتوفى فيه الامام السابق يحصل العلم بالامام اللاحق هذا اذا سوف مو معذور لكن ذاك الذي كان مثلا في خراسان إلى أن يذهب الوفد ويرجع قد يطول ستة أشهر في هذه الفترة هو مو مقصر والإنسان إذا لم يكن مقصرا كان معذورا فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصبحت إذا يسأل الإمام إذا أصبحت وأمسيت لا أرى إماما أتم به ما أصنع يعني اما غائب اما لا اعلم به. قال: فأحب من كنت تحب، وأبغض من كنت تبغض، لا تغير عقيدتك. وهذه العقيده تستتبع عملا، لا تغير عملك حتى يظهره الله عز وجل. الحديث الاخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ايضا. في قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور، قال: إن منا إمامًا مظفرًا مستترًا، فإذا أراد الله عز ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة، فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى. هذه الآية الشريفة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير في سوره المدثر لها تفسير تفسيرها النفخ في الصور لان النفخ كالنقر لذا الصور سمي في هذه الايه بالناقور كالبوق مثلا لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يفني جميع من في السماوات ومن في الارض يامر اسرافيل بان ينفخ في الصور فاذا نفخ في الصور مات جميع من في السماوات ومن في الارض ثم لما يريد احياءهم لما يريد احياءهم يأمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله سبحانه وتعالى في النفخة الثانية يحيي جميع الناس من الأولين والآخرين فيجمعهم ليوم القيامة بالنفخة الثانية تبدأ يبدأ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى النفخة الثانية، فإذا نقر في الناقور، لأن النفخ كالنقر، لذلك سمي النفخ نقرًا، وسمي الصور ناقورًا، هذا تفسير الآية، وللآية تأويل. تاويل الايه بالنسبه للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الامام المهدي ينتظر امر الله سبحانه وتعالى متى يظهر ليس بيده هذا امر الله الله سبحانه وتعالى امره بالغيبه وهو ينتظر امر الله سبحانه وتعالى ليظهر لان الائمه كالانبياء يعملون بامر الله سبحانه وتعالى. الرسول محمد صلى الله عليه واله في مكه، الله سبحانه وتعالى امره بان يكف يده عن القتال. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. هذا في مكه. فلما جاء الى المدينه نزلت ايه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي مكة الله سبحانه وتعالى لم يأذن في الجهاد. وإنما أمر المسلمين بحفظ دينهم. يقيموا الصلاة، يؤتوا الزكاة، يحفظوا يحفظوا دينهم إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. في المدينة أذن لهم بالقتال. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء، وبالنسبة إلى الأئمة عليهم جميعاً الصلاة والسلام. الإمام المهدي ظهوره بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك في الأحاديث: "إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة". كيف الله سبحانه وتعالى يأمر الإمام المهدي بالظهور؟ يلهمه ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الأنبياء، ويلهم من شاء إلهامه، وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ، الله سبحانه وتعالى أوحى إليها، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء، بالنسبة للأئمة الله سبحانه وتعالى يلهمهم ما يريد. هو الالهام كالوحي الا انه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يقول اتفق ما معناه اتفق المسلمون على عدم استعمال كلمه الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه واله في احد وانما يستعمل الالهام الله سبحانه وتعالى يلهم في قلبه فاذا نقر في الناقور تاويل الناقور بقلبه الشريف والالهام تأويل النقر بالالهام. طبعا يمكن في هذه الآية أن لا تكون تأويلا وإنما يكون تشبيها أو يكون جريا لأنه قد مر أن الآيات لها تفسير وقد يكون لها تأويل وقد يكون لها جري يعني كما جرت في السابقين تجري في اللاحقين. وقد يكون تشبيه استعمالها كمثل من مورد إلى مورد آخر، كل ذلك في هذه الآية ممكن. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث، وأما الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الواحد والثلاثون. عن محمد ابن الفرج. قال كتب الي ابو جعفر عليه السلام اذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم ابو جعفر في هذه في هذه الروايه هو الامام الجواد عليه الصلاه والسلام التمهيد للغيبه بدا من زمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام الرضا أُخرج من المدينة المنورة إلى خراسان، في الظاهر هو ولي العهد، لكن في الواقع كان محبوسا، يعني فترة أشهر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام محبوس في دار والناس يتصورون انه محتجب عنهم مثل الان الحكام كثير منهم لا يراهم الناس او اولياء العهد لا يراهم الناس محتجبون لسبب من الاسباب نعم احيانا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام كان يظهر في المجاميع العامه لكن المأمون كان داهية هو لغرض جاء بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وجعله وليًا للعهد، لكن الإمام الرضا أدهى منه وأذكى، لذا فشل خطته، فمن جملة الأمور كان يخاف اتصال الناس بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كان جاعل الإمام الرضا في حصار، في حصار حتى الجارية التي كانت تخدم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كانت جاسوسة للمأمون بعد ذلك الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام أيضا لفترة كان في المدينة ولفترة كان في بغداد أيضا كالمحاصر الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم الصلاة والسلام كان في سامراء وسامراء هي معسكر لذا تسمى بالعسكر ولذا لقب بالعسكريين سامراء معسكر لان المعتصم العباسي كانت امه تركيه فجاء بالاتراك لكي يحموا ملكه من الفرس وغير الفرس لان الفرس كانوا جماعه المامون لان المامون امه فارسيه واستقوى بهم حيث ازال ملك اخيه الامين، فالمعتصم كان يخاف فلذا جاء بالاتراك وهم اخواله لكي يحافظوا على ملكه، فلما اكثروا الفساد والافساد في بغداد، خرج من بغداد ونقل العاصمه الى سامراء، بناها وهي معسكر في الحقيقه. والامام الهادي والامام العسكري كان في حصار تقريبا ولقاء الناس بهم كان صعبا جدا هذا كان تمهيد للغيبه حتى الناس يتعلمون عليها وبعد ذلك الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غاب الغيبه الصغرى والغيبه الكبرى الامام الجواد عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يبين سببا من اسباب الغيبه او بعد الائمه عن الناس وهو ان الله سبحانه وتعالى قد غاضب على الناس الامامه والامام نعمه كبرى من الله سبحانه وتعالى ان يكون امام بجوار الناس يلتقون به متى ما شاء ويسالونه اسئلتهم يستفيدون من رحمه الله سبحانه وتعالى التي تصب عليهم بواسطه الامام عليه الصلاه والسلام فهذه نعمه كبرى الله سبحانه وتعالى اذا غضب على قوم يسلبهم النعم او بعض النعم لأن النعمة هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، وغضب الله عمله، لأن الله ليس محلاً للحوادث، بحيث يغضب يغضب كغضبنا، لأن هذه كيفية نفسانية الغضب اللي عندنا، غضب الله سبحانه وتعالى بمعنى عقوبته، هذه العقوبة قد تكون بشكل عذاب كما عذب الله سبحانه وتعالى. قوم هود وقوم صالح وقوم لوط عليهم جميعا الصلاة والسلام. أقوام هؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى غضب عليهم بإنزال العذاب. وتارة يكون غضب الله سبحانه وتعالى بمنع الناس بعض رحمته. ظهور الإمام. وأن يشاهده الناس هذه نعمة كبرى للناس الله سبحانه وتعالى حينما يغضب عليهم ينحي الأئمة عن جوارهم إما بما يشبه الغيبة كما حدث الإمام الرضا في فترة والإمام الجواد والإمامين الهادي والعسكري عليهم جميعا الصلاة والسلام هذه لم تكن غيبة تامة وإنما شبه غيبة لذا البعض كان يتمكن من اللقاء بهم أحيانا ومن قبلهم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه حيث غيب في السجن وطبعا ترفيع لدرجات الأئمة لأن الأئمة حينما يكون في ضيق في غيبة هذا ترفيع لدرجاتهم يعني القضية من جانبين الأئمة ابتلاؤهم ترفيع لدرجاتهم وعقوبة لسائر الناس. طبعاً واحد لا يقول أنه بعض الناس كانوا ملتزمين، كانوا مؤمنين. الجواب الله سبحانه وتعالى يقول: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة". إذا أكثر الناس ظلموا ينزل العذاب، وهذا العذاب يشمل أيضاً المؤمن. لكن شموله ليس عقوبة له، الله سبحانه وتعالى يعوضه بدرجات، بثواب، وما إلى ذلك. افرض مثل مجموعة جالسون في سفينة، أحدهم يخرق السفينة، حينما تغرق السفينة الكل يغرقون، حتى الذين لم يخرقوا لم يخرقوها. لكن هذا القانون عندما يجري العذاب يجري القانون يجري على الجميع، <applause> لذا الله سبحانه وتعالى حينما كان يريد ان يعذب قوما من الاقوام كان يخرج المؤمنين من تلك القريه او من ذلك الم من تلك المنطقه، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لأنه ما يصير انه العذاب يجري وهذا المؤمن قاعد في مكان كل مكان يجري فيه العذاب وهذا المكان المؤمن جالس فيما يجري فيه العذاب يمكن ذلك بطريقة إعجازية بس ما كان داعي له فالله سبحانه وتعالى كان يخرجهم ثم يجري العذاب على الجميع فإذا الإمام الجواد يقول إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه يعني أراد تعذيبهم أراد عقوبتهم نحانا عن جوارهم وتنحيتهم عن جوارهم هذا سبب لحرمانهم كثيرا من النعم نسال الله سبحانه وتعالى ان ينظر الينا بعين رحيمه وان يعجل فرج مولانا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين